طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن التابلز. التابلز في البايثون هي ببساطة عبارة عن ليست، مثل الليست بالضبط. يعني لو شفنا عندي هنا انه الفريند ليست، انه مثل ما كنا احنا نعرفها كليست، انه انا في عندي احمد وعلي وسامر، هذه ليست بشكل طبيعي. وكنا نعمل اكسس لاي عنصر باستخدام الاندكس فريندز. فريند ليست اوف الواحد هي علي، تمام. الان يعني بالمثل انا ممكن اعرف التابل بهذا الشكل، وان التعريف الاقواس بهذا الشكل. في عندي نفس الأسماء أحمد وعلي وسامر، هذه بتكون على شكل تابل مثل الليست بالضبط. ممكن أعمل أكسس لأي عنصر باستخدام الإندكس فريند تابل أوف الواحد علي. كذلك ممكن أعمل لود عليها باستخدام الإتريشن فاريبل بهذا الشكل، إنه هاي النتيجة، وكذلك باستخدام الإندكس كذلك هاي النتيجة. ولكن شو الاختلاف؟ في الحقيقة إنه التابل هي عبارة عن ليست، ولكن التابل بيكون immutable، معنى ذلك إنه هو غير قابل للتعديل. بالإضافة لذلك إنه هو بيكون أبسط كديتا ستراكشر في التعامل معها في البايثون، ومور efficient أو فعال أكثر في الذاكرة، والبرفورمانس بيكون أفضل بكتير وأسرع باستخدام التابلز. فبكون أسرع من الليست كأداء يعني. فبالتالي إذا كان في عندي مجموعة من البيانات، عندي بيانات كثيرة، وأنا عارف إنه البيانات هذه أنا محتاج إنه أنا أقرأ منها فقط، أو إنه آخذ القيم تبعت البيانات بدون أي تعديل، فبالتالي من الأفضل والأسرع إني أنا أستخدم التابل بدل الليست. طيب، بخصوص الاميوتابل، يعني لو حاولنا انه احنا نعمل تعديل للفريندز اوف 2، نستبدل بدل سامر كان في عندي، نستبدله بمحمد، فحيكون في عندي ايرور، لانه التابلز بتكون اميوتابل تايب ايرور. اوكي، بينما لو عملت هذا الشيء للليست انه اتس فاين، يعني انه شغاله، يعني ممكن ان انا اعدل على القيم بهذا الشكل. طبعا بالمناسبه مرت الاميوتابل ليست علينا سابقا، انه ذكرنا انه السترينج هي اميوتابل ليست، فبالتالي انه الليست بطبيعتها هي بتكون اميوتابل قابله للتعديل، الا في حالتين: في حال اذا كانت string، أو في حال كانت tuples بتكون immutable غير قابلة للتعديل. طبعا بالtuple assignment أنا عندي بهذا الشكل، لو أنا كان في عندي x و y بيساوي 4 فريد بين الأقواس بهذا الشكل، فبالتالي الأربعة حتروح لل x والفريد حتروح لل y. لو شفنا قيمة ال x لوحدها 4 وقيمة الواي لوحدها فريد، وهذا الكلام انه بيريحني، او يعني بيعطيني مفهوم انه انا لما كنت استدعي دوال بترجع اكثر من قيمة، ممكن انه انا اخزنها بتابل بنفس الكيفية. يعني على سبيل المثال، مرت علينا سابقا دالة الديف مود، بعطيها اكس وواي، بدي اجيب باقي القسمة الريمايندر اكس باقي قسمة الواي، بالاضافة للريزلت اللي هو ناتج القسمة كعدد صحيح، اللي هو الـ x حاصل قسمة الـ y كعدد صحيح، وبرجع القيمتين هذول اللي هي الريمايندر والريزلت. فلو تم استدعاء هذه الدالة مع 23 و5، بترجع لي النتيجة كتابل 3 و4، باقي القسمة 3، وحاصل الناتج العدد الصحيح هو 4، 4 في 5 ب 20، والباقي 3. فبالتالي لو انا بدي اخزن هاي النتيجة عندي، ممكن اخزنها بتابل بهذا الشكل، فبالتالي الثلاثة بتروح لل A والاربعة بتروح لل B بهذا الشكل، قيمة ال A 3 وقيمة ال B 4.
خلينا نرجع لموضوع الدكشنري، لأنه موضوع الدكشنريز له علاقة بشكل كبير في التابلز، لأنه إحنا ذكرنا في الدكشنري إنه لو كان في عندي دكشنري الباج، في عندي البوكس بتساوي واحد، وعندي في الحقيبة كتاب واحد، وفي عندي 3 كاندي، وفي عندي قلم واحد. لو أنا استدعيت الدالة items بترجع لي الكيز والفاليوز على شكل تابل بهذا الشكل: بوكس الكي واحد الفاليو محطوطة بين قوسين، وكذلك انه كوما هذا العنصر الاولى الاول العنصر الثاني كاندي كوما 3 الكي والفاليو بين قوسين وهكذا. فبالتالي العملية هذه صارت مألوفة لنا اكبر بشكل بهذا الشكل، يعني انه احنا لما استدعينا انه بهذا الشكل انه دالة بترجع قيمتين، فالايتيمز بالتالي بترجع قيمتين، او بالاحرى ليست كل عنصر فيها بتكون من قيمتين، فعشان هيك انه احنا بنلف عليهم وبنعمل الكي كوما في. فبالتالي الكي راح يروح للكي والفاليو راح تروح للفي لو احنا طبعناهم واستخدمنا دالة الفورمات. انا عندي هاي القيمة الاولى سلاش تي والقيمة الثانية، وهي العنصر الاول والعنصر الثاني الكي والفاليو بهذا الشكل. تمام. الآن بدنا نحكي عن الليست أو التابل. كومبارزون المقارنة في التابل. طيب لو أنا كان على سبيل المثال كان في عندي 3 عناصر، طريقة المقارنة في التابل إنه بيروح بيقارن أول عنصر مع أول عنصر حسب الأوبريتور. هذه أوبريتور أصغر من إنه ما دامت كانت ترو، فبالتالي إنه ما في داعي إنه هو يفحص بقية العناصر. فبالتالي 0 هل هي أصغر من 5؟ ترو مباشرة. وهنا نفس الشيء، أنا عندي 0 أقل من 5 ترو، حتى لو كان أنا عندي هنا تاني عنصر مساوي للتاني للعنصر التاني، فبالتالي هو مساوي مش أصغر منه. ونفس الشيء لو كان العنصر الثالث أكبر، فهو دائما بتطلع على العنصر الأول. ولكن في حالة التساوي شو بروح بيسوي؟ بروح بتطلع على العنصر الثاني. يعني على سبيل المثال في هذا المثال إنه هذا التابل هل هو أصغر من هذا التابل؟ فروح يطلع إنه 0 العنصر المقابل لإله أصغر من 0 false 1. فبالتالي في حالة التساوي بده يروح يطلع على العنصر الثاني اللي هو الواحد، تمام، هل هو أصغر من 3؟ true. فبالتالي إنه بيرجع true بهذا الشكل. بينما لو كان أنا عندي false من عفوا أنا كان عندي العنصر الأول مش أصغر، فبالتالي إنه اتفقنا إنه في حالة التساوي بروح بنظر للعنصر الثاني. في حال كان إنه أوبريتور مختلفة، يعني هنا أصغر وهنا أنا عندي العنصر الأول واحد أصغر من الصفر false، فهو أكبر من الصفر، فبالتالي إنه برجع false مباشرة. تمام. فكمان مرة إنه فقط في حالة التساوي أنا بنظر للعنصر الثاني، أما إذا كان في حال إنه هو مخالف إنه هنا أصغر من وطلع الرقم الأول أكبر من، فبالتالي إنه برجع false فورا. تمام؟ الآن هذا الكلام بينطبق على الـ Table of Strings، لأنه أنا عندي جونز وجونز مساويات لبعض، فبالتالي إنه بده يروح ينظر لسالي وسام. طبعا بتطلع على الـ مقارنة كترتيب أبجدي ألفابتيك. أنا في عندي SA وSA، ولكن هنا الـ L قبل الـ M، فبالتالي إنه الـ L أصغر من الـ M، فبالتالي إنه برجع ترو. طبعا هذا المفهوم حيفيدني بشكل كبير في ترتيب الدكشنري، لأنه طريقة الترتيب ما دام أنا بعمل سورت لتابلز عناصر الـ الـ الديكشنري، فبالتالي انه هذا المفهوم احنا محتاجين انه احنا نفهمه عشان نعرف كيف بتتم آلية الترتيب. يعني على سبيل المثال لو كان في عندي ديكشنري A
الكي او الليبل والفاليو 10 وسي والفاليو 22 وبي والفاليو 11. طبعا لو استدعينا الايتيمز برجع لي اياهم كتابلز. في عندي داله بيلت ان في البايثون اسمها سورتد وبتشتغل بنظام الكومباريزون، يعني هو بيعمل سورت، انه هو كيف بيعمل سورت؟ انه بيعمل مقارنه بين العناصر مع بعض، وبالتالي الاصغر حيحطها في الاول. تمام؟ فبناء على هذا الكلام انه انا لما اجي اقارن، انا عندي هذه العناصر، ايش راح يقارن؟ راح يقارن العنصر هذا مع العنصر هذا. فهل هذا العنصر اصغر من هذا العنصر؟ كيف بينظر؟ بينظر لاول قيمه، انه هل الـ A اصغر من الـ C؟ True، فبالتالي انه الـ A اصغر. والان بقارن العنصر هذا مع العنصر هذا كتابل، فبالتالي بنظر هل الـ C اصغر من الـ B؟ لا، False، الـ C اكبر لانه بتيجي بعد. تمام؟ فبالتالي انه ما دام الـ B اصغر فحيكون ترتيبها الثاني، فعشان هيك ناتج الترتيب راح يطلع انا عندي A 10 B 1 وسي 22، فبالتالي هو بنظر للكي العنصر الأول بيرتبهم مين أصغر بحطه في الأول، ما بينظر للفاليو، لأنه كثرت لو 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 كان بينظر للفاليو ما كان بيطلع بهذا الترتيب 10 و1 و22، فبالتالي اتفقنا إنه هو بنظر على الكي، الكي اللي بيكون الأصغر في فهو اللي بحطه الأول. ممكن أرتب هذا الديكشنري بطريقة عكسية، يعني ترتيب تنازلي من الأكبر للأصغر. تمام؟ فبالتالي إنه بستدعي الباراميتر reverse بتساوي true للديكشنري. تمام؟ فبالتالي برتبهم ترتيب أبجدي تنازلي C وال B وال A بهذا الشكل. تمام؟ طيب، على هذا الأساس احنا بنعمل ترتيب للديكشنري باستخدام الكي. طب لو كان مطلوب مني انه ارتب الديكشنري باستخدام الفاليوز، فاللي انا محتاج اعمله ما دام انه الكومباريزون في التابل انه هو بيقارن على العنصر الاول، انه انا اعكس الديكشنري، اعكس ترتيب الديكشنري انه يكون الفاليو اول وبعديها الكي. فبالتالي ممكن اعرف ليست تمب temporary او مؤقته. تمام؟ وبرف على عناصر الديكشنري كي وفي في الايتيمز تبعت الديكشنري، وبعد الابند في الليست بشكل عكسي في وكي مش كي وفي، فبالتالي انه بيكون العنصر الاول هو الفاليو. وهذه هي النقطه في ترتيب الديكشنري على اساس الفاليو، انه احنا نحط الفاليو في الاول. فبالتالي لو طبعناها حيصير في عندي 10 A 22 C و1 B، فصار الكي مكان الفاليو والفاليو مكان الكي. على هذا الأساس لو عملنا sort لهاي list list of tables، فبروح برتبهم على أساس الفاليو مش على أساس الكي، فهينظر على الواحد والعشرة والاثنين وعشرين، فهيرتبهم ترتيب تصاعدي من الأصغر للأكبر، واحد بعديها بيجي كقيمة كترتيب 10 بعديها بيجي 22، ما بينظر للكي في هذه الحالة. فهذا ترتيب تصاعدي مثل ما ذكرنا. ممكن نرتب ترتيب تنازلي انه يكون reverse true، فبالتالي حيصير انا عندي الرقم الاكبر هو الاول 22 بعديها 10 بعديها 1، او لو ذكرناهم كلهم 22 و C كvalue key و 10 و A و 1 و B. تمام؟ هذا الكلام احنا مثل ما تعودنا انه احنا ممكن نعمله في سطر واحد، انه احنا نعيد ترتيب الكلمات بدل ما انه احنا احكي انه انا for K و V and D items انه اعمل append، لا بده يصير العكس، بدي اعمل هنا list فاضية هاي الحدود تبعتها. تمام؟ وراح اعبي العناصر V و K زي ما اتفقنا الترتيب انه الفاليو في الاول وبعديها الكي، عكس ترتيب الديكشنري بشكل طبيعي. ترتيب الديكشنري بشكل طبيعي الكي بعدين الفاليو، احنا حنعكسه لانه احنا محتاجين نرتب على اساس الفاليو. تمام؟
طبعا هدول العناصر بدنا اياهم يلفوا على عناصر الليست، فعشان هيك بنعمل for k و v n d dot items dictionary d dot items. فبالتالي هنا k و v، هنا v و k، انعكس الترتيب. فبالتالي انه هو بيعبي لي اياها في هاي الليست. هاي الليست بعملها sort باستخدام دالت السورتد، فبروح برتب لي اياهم ترتيب تصاعدي حسب الفاليو بهذا الشكل. فبالتالي بتكون هذا التكنيك او هذا الاسلوب مفيد جدا لو انا طلبت مثلا على سبيل المثال في نص معين بدي اكثر 10 كلمات او الكلمات الاكثر تكرارا، اكثر 10 كلمات اكثر تكرارا. فبالتالي انه انا محتاج ان انا ارتبهم بترتيب تصاعدي على او تنازلي عفوا على اساس الكي، على اساس الفاليو عفوا. وبالتالي بيتم انه انا بتكون انا عندي العناصر هذه في التوب او في بدايه الليست.